اصلا بعدا الخدمه هكا في الماكينه كتبقى مقوصه 9 السوايع بطبيعه الحال. الدار ديالك يعني قصه ماشي صحيه، الدار ديالك يحقك واخا بلا ما نهضروا حنا على الثوب. بالنسبه للثوب مره كيجيك حل، خاصك تبقى تحن الزي فهمتي، غا غرزه ما عطوش فتيها ولا يعني كتسمى روتوج. الا جاك شي ثوب فيه الغبره كتجي لهنايا يعني كتبقاي تحكو الليل كامل حتى كيصبحوا كاملين كحل، دايرين كحل. وهذا هو ظهر لكري واحد ظهر والعينين والراس كيبقى يحرق بقوه منقوصه. بالنسبه لحياتي الشخصيه كنقول يا ربي فوقاش عفوا يلا لا يجي واحد النهار لا يلا من هاد الماكينه هادي، زعما يجي واحد النهار جديد في حياتي يعني ما يبقاش بحال ما كان غدا بحال بعدا بحال هاد السيمانه بحال السيمانه.